سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. بيقولوا الحاجة أم الاختراع، وهذا الشيء فعلا لمسنا بسوريا يلي عم تعيش كل أنواع الحاجة، وشفنا عدة مبادرات فردية لاختراعات وإنجازات متميزة ما احتكروها أصحابها لإلهم، وإنما شاركوها ونفعوا منها الناس على قد ما بيقدروا، وهدول هن السوريين يلي فعلا لبعض. لحتى وصلت بعض الابتكارات لمنظمات المجتمع المدني يلي تبنت واشتغلتها على نطاق أوسع، والأمثلة كتيرة، بس نحن اليوم رح نحكي عن مثال واحد بس. غاز الميتان أو الغاز البديل، مشروع بدأ على نطاق فردي وتبنته وطورته منظمة البشائر والغوطة الشرقية لسد احتياجات أهالي الغوطة الشرقية من مادة الغاز يلي صارت نادرة بالمنطقة، وإذا توفرت فبأسعار خيالية نتيجة الحصار المفروض على المنطقة طبعا. هاي الظروف كانت سبب رئيسي لتجربة مشروع الغاز البديل، واللي حقق نجاح ملحوظ من خلال توفيره كبديل للحطب وللغاز النظامي. بتبلش عملية إنتاج الغاز البديل بجمع روث الحيوانات وتجميعها بحفرة طبيعية بطول 15 متر وعرض 6 متر. هاي العملية بقوم فيها بعض عمال المنظمة، بعدين بغطوها ليتجمع غاز الميتان تحت حرارة مرتفعة، وبتم كل هذا ضمن تكلفة بسيطة كون المشروع بيعتمد بالدرجة الأولى على المواد الطبيعية، إضافة لعدد من المختصين باستخدام أدوات فنية بسيطة. وبشكل يومي بتم تعباية حوالي 60 أسطوانة تقريبا، وبتنباع الأسطوانة الوحدة بتكلفة 500 ليرة سورية بس، بينما سعر جرة الغاز العادية بتوصل لل 70 ألف ليرة سورية. وكمان بتوزع المنظمة مئات الأسطوانات مجانا لأكثر من 4000 أسرة، أغلبهم من الأيتام وزوجات المعتقلين. وأكيد ما بيخلق إنجاز المشروع من الصعوبات اللي بتواجه العمل فيه، من أهم هي الصعوبات صعوبة ضغط الأسطوانة لتناسب الوزن المتعارف عليه. هالشي بسبب فقدان لعنصر التبريد اللي ما بتوفره التقنيات البسيطة الموجودة عند المختصين، إضافة لصعوبات تانية مثل صعوبة تأمين المواد الأولية ونقلها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والقصف اللي عم تتعرض له المنطقة. مئات العوائل بالغوطة استبدلت حطب الطبخ بالغاز اللي بتصنعه منظمة البشائر، وغاز الميتان ما هو البديل الأول اللي أنتجه السوريين بشكل طبيعي وبدائي ضمن مناطق الحصار، لأنه كتير من السوريين بالمناطق المحاصرة اشتغلوا على تطوير البدائل بمختلف الاتجاهات لضمان استمرار الحياة بأبسط الوسائل. وهي التجارب بتثبت تميز السوريين بالإبداع والابتكار وقدرتهم على مقاومة ظروف الحصار، ومشاركتها وتحويلها لمبادرات بتثبت ميزة تانية عند السوريين، وهي إنه هن دائما لبعض وقلبهم على بعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.